تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة فيما يخص ندرة المياه العذبة، فحالياً حوالي 80% من سكان المنطقة يعيشون في بلدان تعاني من نقص المياه، حيث لا تتجاوز متوسط حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة 1000 متر مكعب. طبعاً هناك عوامل كثيرة تقف وراء هذه الندرة، منها التزايد السكاني السريع للمنطقة والتوسع الحضري وما يرافق ذلك من تغير في أنماط الاستهلاك. يضاف إلى ذلك التغير المناخي، فقد تكرر حدوث الجفاف مؤخراً في العقود الثلاثة الأخيرة بشكل أكبر، وهذا ما يؤثر على الزراعة البعلية وعلى صغار المنتجين الذين يعتمدون على الزراعة البعلية، أو يزيد الضغوط على مياه الري التي تستخدم لتخفيف آثار الجفاف. طبعاً لهذا ولغيره يعتبر تقرير حالة الأغذية والزراعة الأخير ذو أهمية خاصة للمنطقة العربية بما يجلبه من تحليل للقضايا المياه على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. حالياً على المستوى العالم لدينا ما يقارب أكثر من مليار إنسان يعيشون في مناطق زراعية إما تعاني من نقص المياه الأمطار أو تعاني من ندرة في المياه العذبة، وهذا يشكل 15% من إجمالي سكان العالم. بالنسبة للمنطقة العربية لو نظرنا إلى هذا الرقم فإنه سيرتفع إلى 21%. طبعا التقرير ذو أهمية لأنه يحلل التحديات التي تواجه مسألة ندرة المياه، كما أنه يقترح استراتيجيات عمل لمواجهة هذه التحديات.